السلام عليكم طلاب الصف الثالث، درسنا لهذا اليوم المتباينات والقيمة المطلقة في جزءها الثالث. نأخذ الحالة الثانية اللي تمثل أدنى، لاحظ هنا أثناء القراءة أصغر ويساوي، تقرأ أصغر ويساوي، راح أكتب التعريف هنا بالجانب والملاحظة، بعدين أطبق هنا القواعد، اختارتها الأمثلة من الكتاب لأن هناك مجموعة من الملاحظات. هذا السؤال أيضا وزاري في سنة 2019 في الدور الأول، حتى نطبق الملاحظات كلها بشكل صحيح. تعريف الحالة بهذا الشكل يكون، هي المتباينة، هي المتباينة التي تحتوي على الرمز، لاحظ بهذا الشكل، أصغر بارزة، أصغر ويساوي، ما تنقرأ أو، تقرأ وه يساوي، وتقرأ من جهة اليسار، انتبهت قاعدة واحدة للقراءة، لاحظ تقرأ من جهة اليسار، وتشبه الرقم 2 للغة العربية، حتى الطالب يميزها عن غيرها في هذا الترتيب. أداة الربط تكون عندنا هنا، أداة الربط فيها هي و، وتعني التقاطع. هنا كان عندنا الرمز يعني الاتحاد، أو هنا تعني الناحية تحت حتى نميزها. السؤال من يجيب الوزاري، عندنا هنا مجموعة من الأمثلة، المثال الأول مطلق x زائد 1 أصغر، لاحظ نقرأ من جهة اليسار بهذا الشكل، كذلك المثال الثاني أصغر ويساوي، فقط أصغر، هذا المثال بالذات. هذه الثلاث أمثلة نطبق عليها القواعد بشكل صحيح وحسب الترتيب. المثال الأول الحل، كل مثال بهذا الترتيب، رقم 1 أيضا نرفع القيمة المطلقة، راح يصير بهذا الشكل x زائدا 1 أصغر من 5، فقط رفع القيمة المطلقة. أداة الربط و، التباين الثاني x زائدا 1، نعكس التباين ونعكس الإشارة، هذه الطريقة الأولى، أو بهذه الطريقة الثانية، حل آخر، حتى نتعلم على الطريقتين، حل آخر تكتب بطريقة المتباينة المزدوجة، بطريقة المتباينة المزدوجة، على الطالب إذا يعرفها، راح يصير بهذا الشكل x زائدا واحد، لاحظ هنا أصغر من موجب 5 بهذا الشكل، فقط رفع القيمة المطلقة، أصغر من موجب وأكبر من سالب 5، وتحل على أنها متباينة مزدوجة، تحل على أنها متباينة مزدوجة بهذا الترتيب. الطالب مخير بين الحل المزدوج بهذا الشكل بتطبيق القواعد، أو يفصل المتباينتين بهذا الترتيب وبيناتهم أداة ربط و، وطبق عليهم القواعد السابقة اللي مرينا بها. نحل الجزء الأول والمثال الآخر نحل بهذه الفكرة، حتى الطالب يتعلم على طريقتين، الطريقتين مطلوبات من الطالب في الكتاب، حتى أي صورة تجي يقدر يجاوبها أو يحول من الصورة الأولى إلى الصورة الثانية. الحل الأول راح يصير بها بإضافة نظير جمعي، راح يصير عندنا الـx زائدا 1 زائدا سالب 1، إضافة نظير جمعي للعدد، لاحظ أصغر من 5 زائدا سالب 1، عملية الحذف راح نحصل هنا فقط x أصغر، جمع جبري صار عندنا 4، الإشارة للكبير ونطرح الصغير من الكبير. مجموعة الحل الأولى تساوي لنا x، بحيث الاكس من الأعداد الحقيقية، الاكس أصغر من 4، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية x زائدا 1، إضافة نظير جمعي اللي هو سالب 1 أكبر من سالب 5 زائدا سالب 1، أيضا صار عندنا هنا قلنا عملية حذف مع إضافة النظير الجمعي،
وجمع جبري بالطرف الثاني اكس حاصل جمع عددين سالبين هو عدد سالب. مجموعة الحل الثانية S2 تساوي لنا X بحيث الـ X أكبر من سالب 6. هذه المجموعة الثانية حسب تطبيقنا إلى القواعد ما عندنا معامل عددي. مجموعة الحل النهائية الـ S تساوي S1 تقاطع S2 حسب التعريف. أداة الربط فيها و وتعني شنو عملية تقاطع. الناتج النهائي يساوي لنا X بحيث X تنتمي للأعداد الحقيقية، هذه المجموعة الأولى اللي هي أصغر من الأربعة تقاطع، المجموعة الثانية اللي هي X بحيث X من الأعداد الحقيقية والX أكبر من سالب 6. تكتب المجموعات أيضا بالرموز وقوانين. رسم هذا هنا المجموعة على خط الأعداد، التمثيل البياني للمجموعة راح يكون بهذا الشكل، التمثيل البياني لها خط الأعداد بهذا الشكل. عندنا عددين الأول موجب والآخر سالب، الموجب على اليمين هذا العدد الأول، الرمز مالته الحرف X قيمته 4 بالأعلى. لاحظ ماكو عملية مساواة، إذا هنا دائرة مفتوحة. المجموعة الثانية سالب 6 العدد على جهة اليسار في الأعلى، قيمة العدد هنا اسم العدد، أيضا هنا لا توجد عملية مساواة، إذا دائرة أيضا مفتوحة. الفكرة الأولى الأعداد اللي هي أصغر من الأربعة، الأعداد على اليمين أكبر، إذا المجموعة الأولى يكون راح يكون حلها في هذا المكان، الأعداد الأصغر من الأربعة بهذا الشكل. الأعداد الأخرى أكبر من سالب 6، الأكبر على يمين العدد راح يصير بالجهة الأخرى، راح بالضبط شكل أدنى مثل السمبولة بهذا الترتيب. إذا يكون الرسم وين بهالحالة؟ في الداخل، حتى الطالب هنا ما يصير عنده أي إشكال أو يخطأ في عمليات التباين بالنسبة إلى مجموعة الحل، ذاك الوقت تقدر تلافى الأخطاء اللي تصير. مجموعة الحل تكون لدنا المن إلى الداخل تشبه السمبولة، لاحظ بهذا، أو يسوي عمليات مقاطعة للناتج ماكو إشكال أيضا صحيح. هذا بالنسبة للمثال الأول، هذه هي قواعد الحل حسب ما جاءت في الكتاب نصا، على الطالب أن يتقيد بالمعلومات اللي موجودة في الكتاب. المثال الثاني نحله بهذه الطريقة اللي قلنا، كل سؤال يحل بطريقتين، إما بمتباين المزدوجة أو بفصل المتباينة. ناخذ المثال رقم 2 نطبق عليه القواعد نفسها. هذا هو المثال الثاني، مطلق زت ناقصا 1 على 7 أصغر ويساوي 2. الخاصية الأولى تجزئة القيمة المطلقة للبسط والمقام، الصحيح بهذا الشكل يكون القواعد. لاحظ سردنا زت ناقصا 1 على مطلق العدد 7 بهذا الشكل الصحيح يساوي 2. أول مرة نجزئ المطلق حتى بعدين، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، راح يصير مطلق زت ناقصا 1 7 في 2 14 بهذا الترتيب. هذا الجزء الصحيح بالنسبة لخواص القيمة المطلقة، الطالب هنا موجودة في الكتاب حذفت لأسباب مجهولة. الملاحظة الثانية نعرف القيمة المطلقة هل تمثل الحالة الأولى أم الحالة الثانية؟ هذه هي الحالة الثانية لأن أصغر ويساوي. راح نحلها بطريقة المتباينة المزدوجة، راح يصير الحل بهذا الشكل، زت ناقصا 1 فقط نرفع المطلق يصير 14، لاحظ بهذا الشكل الجزء الأول، أيضا نرفع المطلق ونعكس التباين راح يصير المقدار بالمقلوب بهذا الشكل، ونعطي إشارة سالبة يصير أكبر أصغر من الموجب وأكبر من السالب. القيمة المطلقة لهذا المقدار لاحظ أصغر من الموجب أكبر من السالب، ما راح أجزئها حتى الطالب يتعلم على الطريقة الثانية ونفس القواعد اللي درسناها سابقا. هذا المثال يوضح أن هناك طريقتين لحل كل الأمثلة في الكتاب، على الأقل طريقتين من الكتاب. أثناء الفكرة الأولى إضافة نظير جمعي،
إضافة النظير الجمعي، راح يصير الحل بهذا الترتيب: زد ناقصا واحد نظيره الجمعي موجب واحد، لاحظ راح يصير أصغر ويساوي 14 زائدا واحد نظير الجمعي سالب 14 زائدا واحد. إضافة نظير جمعي، لاحظ، للوسط وعلى اليسار وعلى اليمين نفس القواعد، بدل أن نفصل المتباينة نتعامل بها بطريقة المزدوجة، هنا حذف وهنا جمع جبري لطرفي التباين، راح نحصل زت 14 واحد 15 سالب 14 واحد سالب 13، الإشارة للأكبر ونطرح الصغير من الكبير. وهنا مجموعة الحل، ما نحتاج رأس نكتب، مجموعة الحل S تساوي S1 تقاطع S2، بما أن هنا المتباينة مزدوجة نكتب الناتج النهائي، يصير عندنا Z بحيث Z تنتمي إلى الأعداد الحقيقية وZ بالشكل التالي: أكبر يساوي أصغر يساوي 15 أكبر يساوي سالب 13. هذه هي المتباينة المزدوجة، نفس القواعد بس بدلا أن نفصلها حليناها في مكان واحد. رسم هذه المتباينة حسب القواعد التالية: يجب أن تكون القواعد نفسها في الجزئين الأول والثاني. خط الأعداد عندنا عددين أحدهما موجب والآخر سالب، الموجب على اليمين اسم الرمز Z، العدد هو 15، العدد الآخر هو سالب 13 في جهة اليسار، لاحظ بهذا الشكل. الملاحظة الثانية: توجد عمليات المساواة، إذن الدوائر مغلقة، دائرة مغلقة للأول ودائرة مغلقة للثاني. المجموعة الأولى أصغر من 15، الأصغر يكون على يسار العدد، هذه المجموعة الأولى. المجموعة الثانية أكبر من سالب على يمين العدد، إذن هنا التقاطع يكون وين؟ في الوسط، هذا بالنسبة للمجموعة الثانية، لاحظ هذه القاعدة صحيحة طبقناها على هذا المثال. هذه هي القاعدة الثانية في هذه المجموعة من التمارين. مثال آخر، هذا المثال الآخر في سنة 2019 وتكرر السنة في الوزاري، الملاحظة مكررة في الوزارة، أي مجموعة التمارين كلها من الكتاب ما عدا تغييرات بسيطة، هذه لا تمثل أسئلة خارجية، على الطالب التقييد بالقواعد الحل والحل حسب قواعد الكتاب ويستغني عن الملازم والقواعد الأخرى الخاطئة. العدد عندنا موجب 4 خارج القيمة المطلقة، يجب أن ننقل للطرف الثاني بالإضافة. حل المثال رقم 3 SOL، المثال رقم 3 التعريف الأول راح يصير بهذا الشكل: مطلق 6 Z لاحظ زائدا 4 إضافة نظير جمعي، إضافة نظير جمعي زائدا سالب 4 بعكس الإشارة، أصغر من 10 زائدا سالب 4. الحالة الثانية اللي هي أصغر ويساوي، أصغر ويساوي عندنا عدد خارج القيمة المطلقة يجب التخلص من عنده أولا، عندنا مطلق 6 Z عندنا حذف بهذا المكان بعد إضافة النظير الجمعي، 10 إشارتها موجبة صار عندنا 6، موجب 6 الإشارة للأكبر. نعرف القيمة المطلقة في الحالة الثانية، صار عندنا 6 Z نرفع المطلق فقط الجزء الأول، فقط رفع القيمة المطلقة، لاحظ هذا الناتج، و المطلق أيضا بالجهة الثانية رفع القيمة المطلقة 6 Z، نعكس التباين ونعكس الإشارة، نعكس التباين ونعكس الإشارة بعد من؟ بعد عملية النقل، تخلص من العدد. التعريف يبدأ من هنا، هذا تعريف الحالة الثانية، تعريف
الحالة الثانية. واضح هنا بالنسبة للجزء الآخر. نكمل السؤال هنا، ما عندنا إضافة نظير جمع، نأخذ النظير الضربي. 6 زت مضربة في 1/6 مقلوب العدد وبنفس الإشارة، لاحظ بهذا الشكل. هذا هنا عندنا موجب 6 في 1/6. أبسط الناتج اختصار، راح يصير عندنا فقط الحرف زت، صار عندنا هنا 1 أيضا اختصار من جهة ثانية. مجموعة الحل الأولى تساوي لنا زت، بحيث زت تنتمي إلى الأعداد الحقيقية والزت صار من الواحد. المجموعة الثانية أداة الربط أشير لها بدائرة، هنا طالب ما يصير عنده أشكال بها. المجموعة الأخرى أيضا 6 زت في 1/6 أكبر من -6 في 1/6. أيضا هنا اختصار بين البسط والمقام، زد أكبر من -1. مجموعة الحل الثانية S2 تساوي لنا زد، بحيث زد من الأعداد الحقيقية، زد أكبر من -1، قراءته بهذا الشكل. مجموعة الحل النهائية زد تساوي لنا S1 تقاطع S2. مجموعة الحل النهائية إذا كانت أداة الربط و هي عملية تقاطع، نكتب المجموعتين الأولى والثانية. زد تنتمي إلى R، زد أصغر من الواحد، تقاطع المجموعة الثانية أيضا زد عدد حقيقي، زد أكبر من -1. نرسم مجموعة الحل على خط الأعداد ونعين عليها العددين الأول والثاني بهذا الشكل. العدد الأول العدد الموجب على اليمين والعدد السالب على اليسار، لاحظ العدد الأول موجب 1 على اليمين، 1 موجب الاسم معتزت، العدد الآخر -1 على جهة اليسار، وهنا اسم العدد، هنا قيمة العدد المكانية. العدد هنا ما يحتوي على رمز المساواة، إذن دوائر مفتوحة، دائرة بهذا الشكل، أن العدد غير داخل ضمن حدود الفترة. المجموعة الأولى نلاحظها هنا أصغر من -1، على يمين العدد أكبر، على يسار الأصغر، راح يكون الحل بهذا المكان. العدد الثاني أكبر من -1، الأعداد السالبة كل ما تكبر تقل قيمته، إذن الحل بيكون في الجهة الأخرى، راح يصير بهذا الشكل، لاحظ أشبه ما يكون الرمز بالضبط يشبه السمبل. هذا الطالب إذا تعود على هذا الرموز ما راح يخطأ بعد في مجموعة الحل، حتى هنا ما يصير عنده إشكال، خاف التباين يكون مقلوب في وضع آخر حتى يعرف يصحح المتباينة، ما يصير عنده أي خطأ بها. هذا بالنسبة للجزء الآخر. وإذا كانت المتباينة تحتوي في قيمتها المطلقة على عدد خارج المطلق، لاحظ يجب أن تتخلص منه أولا ثم نعرف القيمة المطلقة، تعرف هل هي من الحالة الأولى أم هل هي تمثل الحالة الثانية. والرسم هنا يكون مطلوب الامتحان، كذلك اسم مجموعة الحل، لاحظ مجموعة الحل، والخطوات قصيرة لا تتعدى عن 3 خطوات لكل مثال. خطوات هي لاحظ أيضا 3 خطوات إضافة إلى التعريف. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله. زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت www.almarja.com المرجع الإلكتروني، طريقك نحو المعرفة.